مرحبا لك المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. خصصنا هالاسبوع بفقره كتاب تنحكي عن هاي فيستيفال وعن النشاطات يلي عم بيقوم فيها هالمهرجان. ومن ضمن هالنشاطات كان في استضافه امبارحه لسعود السنعوسي والكاتب ايضا محمد حسن علوان ضمن هالمهرجان يلي هن ضيوفنا لليوم بفقره كتاب. رح بلش اول شيء لكم اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. بيسعدنا انه تكونوا موجودين اكيد معنا. سعود السنعوسي، حضرتك كاتب وروائي كويتي، عضو رابطه الادباء بالكويت ورابطه الصحفيين الكويتيين. فزت هيدي السنه بالجائزه العالميه للروايه العربيه عن روايتك ساق البامبو، وهي جائزة بوكر المعروفة أكيد بها الاسم، وهي برواية بتتناول موضوع العمالة الأجنبية بدول الخليج، وقد اختيرت من بين 133 رواية لنيل الجائزة. وحضرتك بتكتب أيضا بجريدة القبس الكويتية، وسبق أن نشر لك قصة البونساي والرجل العجوز، وحصلت هيدي القصة على المركز الأول بمسابقة القصص القصيرة أي التي تجريها مجلة العربي الكويتية بالتعاون مع بي بي سي العربية. وسبق ونشر أيضا لحضرتك رواية سجين المرايا يلي فازت بجائزة ليلى العثمان لإبداع الشباب بالقصة والرواية بدورتها الرابعة. أهلا وسهلا فيك ومبروك نيلك الجائزة العالمية. قد ايه سعيد بهالشي؟ كثير. أكيد أني سعيد كثير. شو ضاف هالشي لإلك؟ شو اللي ما ضافه؟ لا اكيد ضاف كثير، يعني بالمقارنه الى قصر تجربتي الادبيه، يعني انا من 3 سنوات اصدرت الروايه الاولى، فاكيد يعني الكثير، واختصر علي مشوار طويل، يعني ما كنت لاحققه بالسهوله، يعني من غير الفوز بالجائزه، وايضا طبعا يشكل عبء من جهه اخرى يعني. نعم. بعد شوي رح اسالك، لو كنت انت مطرح لجنه الحكم هل كنت رح تختار روايتك او كنت بتختار بلكي روايه محمد حسن علوان؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. حضرتك ايضا روائي سعودي، صدر لك 4 روايات عن دار الساقي. سنه 2010 تم اختيارك ضمن افضل 39 كاتب عربي تحت سن ال40 من قبل مهرجان هاي فيستيفال العالمي بدورة بيروت 39، ودخلت روايتك القندس ضمن القائمة القصيرة للبوكر، وبتحمل شهادة الماجستير بإدارة الأعمال وبكالوريوس نظم المعلومات. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. كنت بتختار رواية سعود؟ طبعا اختار. أنا من يعني قرأت جميع الروايات قبل أن منذ أن رشحت للقائمة القصيرة، فبدأت يعني أضع بعض الاحتمالات، وكانت يعني رواية سعود أكيد من أفضل الروايات المرشحة. يعني تعتقد انه هي افضل من روايتك؟ طبعا اكيد، هذا ما في شك يعني. حلوة. بما انه تم ترشيح جائزتك، جائزتكم رواياتكم ثانيتكم لهالجائزه، مجرد الترشح لهالجائزه هو امر كثير مهم وكثير عظيم، واكيد بيضيف للكاتب ان كان بالنسبه المبيعات كمان انتشار اسمه اكثر بشكل اوسع. هالشيء كيف لاحظتوه؟ يعني انا اعتقد دائما انه من افضل ما يمكن ان تقدمه الجوائز انها تزيد من نسبه مقروئيه الروايه. يعني نحن ككتاب الان خصوصا في مجتمعاتنا اللي صرنا اكثر تواصلا مع بعضنا عن طريق الانترنت وغيرها، نحتاج كثير يعني فيدباك من القارئ وتواصل مباشر. الجوائز تحقق هذا بشكل او باخر، تسلط الضوء على الروايه لمده سنه لمده سنتين، تحقق للكاتب ما هو يسعى ما يسعى له من اول يوم كتب فيه، يعني اول صفحه في الروايه. نعم. أستاذ سعود، روايتك تتحدث عن عالمين مختلفين، حيث بتروح جوزيفين الفلبينية للعمل كخادمة بمنزل أحد أثرياء بالكويت، وسرعان ما بيتعلق فيها الابن راشد، هو الصبي المدلل بالعيلة، وبتحبل منه وبتجيب ولد اسمه عيسى أو هوزي أو مزبوط أو خوزي، ما بعرف، هوزي، وبتسافر هي على الفلبين وبتولد ابنها هونيك، وبعد فترة بعد ما يصير شاب بيرجع على الكويت، وهون ببلش الصراع. ليش بدك تحكي عن هالرواية؟ بدك تنتقد المجتمع الكويتي، الطبقية الموجودة بالمجتمع الكويتي؟ طبعاً هي كثير أمور حبيت أناقشها بالرواية، يعني من مدخل الهوية الشاب
يعني المتشظي بين ثقافتين مختلفتين. وما كان في بالنسبة لي شخصية يعني مثالية يعني أنكشف عليها بكل عيوبي وكل إيجابياتي وسلبياتي إلا هو زي مندوزا. يعني هو الوحيد اللي الرواية يجب أن تكون باللسان الآخر. نعم. شخص خارج مجتمعي الآخر أيضا مهما كان لا أستطيع أن أدخل بيتي أو يعني يبقى آخر. لكن هو زي مندوزا في هذه يعني بما يميزه يعني هو كويتي فلبيني فهو الوحيد اللي كنت أنا أقدر آخر يعني أشيله وأخلي يدخل غرفة الجدة ويدخل غرفة المجلس في البيت يعني. هو أعطاني مساحة من ال من ال من الحرية. استعملته تتعبر على أفكارك بالضبط. أنت اللي بدك تقوله لأنتقدني أنا كنت أنتقدني. نعم. من خلاله يعني. نعم. طيب عم تنتقد الوضع والطبقية والمجتمع الكويتي لكن بدل في موضوع العمالة الأجنبية وكأننا نحن يعني حضرتك عم تطرح الموضوع هو موضوع إنساني بدك تثير الناحية أو تعاطف الإنساني عند القراء. أنا ما أبي أثير عواطف. أنا أبي أعطيك صورة هذه الصورة اللي موجودة حاليا ونعيشها. إحنا ما ننتبه لها يعني أحيانا لما نقرأ الأمر أو نشوفه بالتلفزيون في الدراما نستغرب في حين أن الصورة موجودة ونعيشها إحنا كل يوم. نعم. يعني من بعض الأهداف يعني اللي أنا كنت بالفعل أرغب فيها أني يعني أوجعنا أوجع القارئ يعني شوف صورتك لدى الآخر أو شوف سلوكك أو ممارساتك أو يعني هو زي هو اللي حقق لي هذا الأمر. نعم رح أرجع فوت بهالموضوع بعد ما أطرح سؤالي على أستاذ محمد حسن علوان. روايتك الأخيرة القندس هي إحدى الروايات الست اللي كانت مرشحة لجائزة البوكر العربية. ربط بين حياة بطلة غالب الوجدي المأزوم وبين حياة حيوان القندس. هالربط شوي يلي بيفاجئنا وين وجه التشابه بين الاثنين؟ ويوجد وجهين للتشابه. الوجه التشابه العام بين سلوك الحيوان القندس بشكل عام وسلوك الإنسان. حيوان القندس يعد من يكاد يعد الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يعني يغير ملامح بيئته ولا يعني يتفاعل معها كما هي كما تفعل بقية الحيوانات. فهو يستطيع يعني في موسم واحد أن يدمر غابة كاملة من أجل أن يبني سدا تقريبا مثل ما يفعل الإنسان الآن. نحن ندمر الكوكب من أجل أن نبني مدنا أكبر ومن أجل أن نبني ناطحات سحاب وإلى آخره ونلوث البيئة بهذا الشكل. وجه التشابه الخاص هو الذي يعني تحكي عنه الرواية هو ما لاحظه غالب أنه حيوان القندس نزعته لبناء السدود اصلا هي نزعه مستمده من شخص من 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 سلوكه الحذر الخائف الذي لا يثق في محيط بيئته فيضطر ان يبني سدا حتى يعيش في داخله. هو لاحظ انه هذا شبيه بسلوك الاجتماعي لعائلته تحديدا وهو ايضا سلوك اجتماعي لعوائل كثيره. نبني بيوتا ذات اسوار عاليه من اجل لاننا لا نثق في الاخر لا نثق في من هو خارج الاسوار. نعم. فهو نوع من عدم الثقه في الاخر ايضا الحذر الشديد الحيطه الخوف. فهو يشعر بشكل او باخر وهو يقرا ويتعلم عن هذا الحيوان انه هذا يشبه عائلتي في الحقيقه كلنا قنادس. تعرف نحن بس الواحد يقرب على عمر الأربعين مثل ما بيقولوا علم النفس هي مرحلة شوي انتقالية بيعاني منها كتير من الناس خصوص الرجال مرحلة منتصف العمر يعني. ونحن منعرف كمان أنه الكاتب بيشيل من نفسه وبيحط بالرواية حتى لو كانت الأحداث هي مقشوعة قدامه أو مثل صورة مثل ما قلت لي قبل شوي كاميرا عم بيصورها بيضل في من داخله ومن نفسه ومن احساسه كثير بحطه بالروايه. شو اللي خليك تكتب عن هالرجل الاربعيني؟ هل انت عندك هالخوف من وصول لعمر الاربعين؟ لا ما عندي يعني اذا كان في خوف فهو خوف مؤجل يعني باقي يعني حوالي 10 سنوات حتى اصل الى ازمه منتصف العمر اذا كان في ازمه ان شاء الله ما يصير في ازمه. ولكن بتعرف لانه النساء بلشوا بيفكروا فيها على 30 بدوا بدري. نعم. انا اعتقد انه السبب في ذلك أنا يعني لا ليس بالضرورة أني أجد نفسي في هذه الرواية يعني عندما أكتب رواية أحاول أني أنا أستشعر يعني ما يمر به أبطالها من ظروف نفسية واجتماعية وسياقات مختلفة. ولكن دائما يظل هناك لدى القارئ خصوصا في الروايات التي تكتب بنفس أو بصوت الراوي كما نقول عليه فيبدو كأنه غالب هو اللي يتحدث بطل الرواية فيلتبس الأمر على بعض القراء ويعتقدون أنه هناك
عنصر واقعي في الروايه وهذا ما هو حقيقي يعني، ولكن هذه يعني هذا بغض النظر عن صوت الراوي يعني الا ما يكون الكاتب بنفسه حس بمطرح معين بوجع معين لمسه شخصيا تقدر حكي بصوت الراوي. راح نروح مع بريك ونرجع نكمل حديثنا. متابعين مشاهدينا فقرتنا المميزة اليوم من فقرة كتاب مع ضيوفنا بالفعل كتير مميزين، محمد حسن علوان وأيضا سعود السنعوتي. أهلا وسهلا فيكم من جديد. سعود، أنت برأيك ليش تم اختيار جائزتك برأيك؟ سؤال صعب جدا وسألت هذا السؤال، يعني أكيد لجنة الحكم لها معايير ولها نظرة في الأمر، بس ليش يعني ما أملك شو المعايير إجابة. برأيك أنا لا حتى المعايير ما رح نجرب نعرف المعايير لكن مضطرين ننتقل لنقل مباشر. متابعين مشاهدينا بالوقت المتبقي معنا لأنه ضيوفنا كتير مهمين ومبسوطين أنه هن موجودين هلأ بلبنان ضمن مهرجان هاي فاستيفال، رح إن شاء الله يكون عنا بعد شوية وقت زيادة نقدر نحكي أكثر. قدي روايتك الأخيرة القندس هي رواية واقعية؟ يعني أنا دائما أفرق بين المصداقية والواقعية في الرواية، يعني كثير لما تكون الروايات تكون بصوت الراوي لما زي ما ذكرت قبل كده يلتبس على القارئ ويعتقد أنها واقعية. هي طبعا بطبيعة الحال أنا كتبت 4 روايات مستحيل تكون يعني كلها يعني عندي 4 حيوات مختلفة يعني، ولكن هذا دائما يعني سؤال شائع يحدث يعني يتعرض له من وقت لآخر. أنا حريص دائما أن يكون هناك نوع من المصداقية في الرواية من ناحية أنني عندما أكتب عن شيء أكون أعرف ماذا أكتب عنه، ولكن ليس الضرورة أن أكون مررت بما كتبت عنه. الشخصيات مختلفة تماما، ولا واحدة من شخصيات روايتي يمكن أن تكون قريبة مني، وبالتالي هي خيال كامل، ولكن كما أقول دائما يعني خيال مغموس بالصدق، يعني محاولتي أنا كروائي أن أكتب رواية لا يكون فيها كثير من التصنع، وبالتالي أكون يعني عندما أكتب عن حالة أكتب عن حالة يعني أعرف تماما كيف يمكن أن يمر فيها البطل. طيب لما بتشوف صحن شوربة قدامك سخن بتقدر تشمه وتطلع فيه وتقول يمكن طيب، بس إذا ما غمست الخبز بهالشوربة ودقتها ممكن تختلف كثير عليك الطعمه، وهذا وضع الكاتب ووضع الفرق يمكن بين انه الواحد بس ينظر للاشياء وبين انه يلمس الاشياء. وممكن اهم شيء اني ما اكون انا نفسي وصحن الشوربه هذا. ان شاء الله لا، ان شاء الله او ان شاء الله ايه، ما حدا بيعرف لما يكون كذا راح يكون سيره ذاتيه، واعتقد اني ما راح اكتبها الان، باقي سنوات كثير على ما اكتبها. اكيد ناطرين اصداراتك الجديده اكيد الكثير مميزه. سعود السنعوسي، ساق البامبو رحت من الكويت على الفلبين لانه بعدنا عم نحكي بالموضوع ذاته، وعايشت الوضع مثل منه على الارض بالفلبين، خبرنا عنه. التجربه كانت طبعا يعني من غير المنطقي اني اتكلم عن سيره هوزيه في الروايه من غير ما اتطرق الى ماضي هوزيه. هو عاش 18 عاما في الفلبين. يعني انت هون بتخالف الراي بهالموضوع بالنسبه لموضوعي، يعني لانه فعلا في حضور للثقافه الفلبينيه، وحاولت اني اقرا لكن القراءه غير كافيه. ابدا غير كافيه. فزيارتي للفلبين يعني انا رحت كاني ابحث عن ماضي بطل الروايه. لما اسكن في بيت شبيه في بيته واتذوق اطعمته واشتم الروائح اللي كان يشتمها، كانت تجربه غنيه امانه. يعني بعد عودتي الى الكويت كان في مخزون معي، يعني كان في تدفق من هيك. يمكن بالنتيجه اشت كثير واقعيه وكثير حقيقيه ومنعاشه. بالضبط انها صادقه يعني. نعم. القندس وايضا ساق البامبو، يعني هولي روايتين مشاهدينا بيستحقوا القراءه، واحده صادره عن دار الساقي والثانيه عن الدار العربيه للعلوم ناشرون. وضيوفنا شرفونا اليوم، للاسف كان فينا المباشر ما قدرنا نحكي اكثر من هيك نحن وياكم. شكرا كثير على حضوركم، بتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليك. مشاهدينا ما تنسوا انه مفتاح القلب كلمه والجمال ببلش من هون. انا بودعكم وبلاقيكم نهار الاحد ببرنامج بتعرف كيف. دونت مس ات.